السلام عليكم البنات، معكم حليمة ونصائح حليمة. جيت نقاسم معكم واحد الوصفة اللي هي عجيبة، كنستعملها أنا نهار الحد ملي كنكون جالسة، ولهذا صوبتها البارح في الليل. واليوم جيت نقول لكم على الطريقة كيفاش كنصوبها وعلى المقادير. كنتمنى تفهموني على ود النتيجة ديالها عجيبة، اللي هي كتصوب كيف كتشوفوا الروز. البنات غادي نقول لكم كيفاش كنعمل. كنقبط اي روز، انا ما كنعملش الاشهار اي حاجه، انا كناخد الحاجه اللي هي رخيصه ويعني وغادي تدوم ليا انا والعائله. هنا خديت 2 معالق ديال الرز، سلقتهم بالماء وخليهم ديكي كيبدا الماء يغلي. البنات هادي ناكد عليها، ديكي الماء يبدا يغلي نطفيو البوطه وناخدو ديك الكاسرونه اللي كان فيها هذا الرز ونخويه في واحد الاناء اللي يكون بحال هكا. انا كنخوي في جبانيه بحال هكا وكنخليه الليل كله، كنغطيه بشي طبيسيل وكنخليه الليل كله حتى داك الماء ديال الرز اللي حنا محتاجينه هو هذا كيهبط لتحت، والماء اللي كان عندنا زايد كيطلع الفوق. هاد الماء هذا غادي نحتاجوه، ولكن حيدته وعملته على جنب. ها هويا، اما الرز داك هاد الشيء يعني الرز اللي هبط لينا لتحت هذا راه ما مطحونش البنات، هذا غير سلقته كيف قلت لكم وغطيته وبات الليل كله في الكاسرونه وعملته في من بعد في الجبيبينيه، وهذا هبط لتحت والماء طلع الفوق. الماء حيدته وخديت داك التخت اللي هبط لينا لتحت، هذا هو اللي محتاجينه. غادي نقول لكم اش كنعمل بهذا. كناخد البنات زيت الزيتون، ها هي يا كناخد معلقة ديال زيت الزيتون من زيت الزيتون اللي انا فايت لي وتكلمت لكم عليها في واحد الفيديو السابقة اللي كان صوبها هانتوما كتشوفوا فيها زريعة الكتان، فيها لوغومارين، فيها وقت سيدنا موسى. يعني غترجعوا لفيديو ديالتي ديالت زيت العود ملقمة هكا، وغادي تشوفوا كنخليها وكنستعملها لكاع الوصفات اللي كنخدم بهم لوجهي والعنقي واليدية. الوغ خديت هنا معلقة، غادي ناخد هاد الكويس وغادي نزيدو البنات هنايا. البنات كنتكلم على اللي عنده جلده جافه بحال ديالي، الا ما كانتش عندك جلده جافه كانت عندك جلده دهنيه، عملي غير نص معلقه ديال لويل دامون دوس، الزيت ديال اللوز الحلو. فوالا البنات، انا الهدف ديالي البنات وهو نوصل لكم طريقه كيف كنعمل هاد الوصفه اللي هي عجيبه كتعطيني نتيجه ما نقولش لكم. اللي دابا يديا كيف قلت لكم تخسروا ليا مع لي طرافو اللي كانوا عندي في الدار. ما تخليوش الروز البنات حتى يبقى يغلي، غير تشوفوا الكاسرونه بدا كيغلى، يعني الماء بدا كيبوق، بدا كيطلعوا دوك البويقات ديال الماء، نطفيو البوطه ونخويوه في شي زلافه بحال هادي ونغطيوها ونخليوها الليل كله. لا غد ليه كتاخدي داك الشيء اللي كان لتحت، وهاد الماء هذا غادي تحتفظي بيه. هذا كنعملو انا في قريعه اللي كتكون بخاخ، يعني قرعه كتكون رشاشه، وفي الليل ملي كنبغي نعس كنرشو على وجهي وعلى عنقي كنديرو في التلاجة. هذا البنات كنعملو حتى هويا في قريعه اللي كيمكن ليا، يعني قريعه كتكون اي قرعه ديال الدزاج هكذا كنخويه فيها. وفي الليل ملي كندخل للخدمه، انا عندي بشره جافه وحساسه، يعني سمحوا لي على الصوت، تهديت في هاد لي طرافو، والناس اللي دازوا عندهم لي طرافو غادي يعرفوني علاش كندوي على ود كملوا سالاو، ولكن تتابوا وخدامه كنخدم لا سيمين كلها، وعندي غير حد
اللي كنقاسم معكم الوصفات اللي كنعملهم ليا. لهذا البنات كنطلب منكم تسامحوني في ملي كنفسر لكم، كنحاول باش ما كان تفهموني وتفهموا الطريقه اللي كنستعمل انا في هذا الرز والماء ديالو. الوغ ملي كنعملها هكا كنعملها في قريعه وكنحطها في الثلاجه، وملي كندخل في الليل كناخذ شويه كنحرك القريعه شويه هكا، وكناخذ شويه كنعملو في يديا كندوزو على وجهي وكندوزو على عنقي وكنبات به. يعني ماشي غير ندوزو على عنقي وعلى وجهي ونمشي نحط راسي على المخده، لا، كنبقى ديك الساعه ديال المكانه وانا كنعمل الاشغال اللي عندي ما نعمل عاده باش كنمشي نعس. علاش؟ باش وجهي يشرب هاد الماء ديال الرز والزيت الزيتون اللي انا ملقماها كيف قلت لكم غترجعوا لا فيديو ديال هاد القرعه اللي غادي تشوفوا شنو عامله فيها. وهذا البنات الفوائد ديالو عجيبه ملي كدوميها. دابا انا صوبتها غادا تبقى ليا 4-5 جوغ مع المويه اللي بقات لينا ديال الرز هادي. وكذلك مثال كنحتفظوا بها كيف قلت لكم، هادي كترشيها على وجهك على عنقك على يديك. وهادي ملي كتبغي تنعسي كتخلطي القريعه هكا وكتعمليه في يديك وكدوزيه على يديك وعلى عنقك وعلى وجهك. الفائده ديالو البنات لا تعد ولا تحصى. لهذا كيف قلت لكم الصوت عيان وحالي معيانه، ولكن ما كنبخلش عليكم بالوصفات ديالي وباي حاجه نفعتني كنجي نبغي نقسمها معكم على ود 100% غادا تعطيكم نتيجه وغادا تنفعكم. شفت بزاف ديال الوصفات اللي هما يعني تعطاو على لوغي وكيفاش تتعاملي معاه، تعاملت معاه كيفاش سمعت قبل. وفي الاخر وانا ناخذ هذه الطريقه ديالتي انا اللي كنعملها وكنحصل على التخت ديال الرز اللي كيبقى ينزل اللي كينزل لينا هنا لتحت، وكننعزل الميه بوحدها. وهذا كنعمل معاه كيف شفتوا شويه ديال زيت العود. والناس اللي عندهم البشره دهنيه تعملي معلقه صغيره ديال الويل داموند دوس زيت اللوز الحلو. حليمه ونصائح حليمه، كنطلب منكم تابوناو تعملوا جيم وتبارطاجيو على ود فين ما كنقسم معكم شي وصفه الا وعطاتني النتيجه 100%. جو فوز امبراس وكنقول لكم السلام عليكم. جيم ولو بارطاج البنات، جيم ولو بارطاج وتابوناو. السلام عليكم، حد سعيد مبارك.